السلام عليكم، انا اسمتي ياسمين بوليت وساكنه في سومي. هادي 7 سنين وانا هنايا. المهم هنايا دابا واحلين ما عرفنا ما نديرو. بغينا نمشيو حنايا بحال الناس اللي مشاو من خاركوف، مشاو من بولطافا ومشاو في الترانات، وكنحاولوا كل نهار كنمشيو نسولو على التران، كيقولك ممكن يجي تران، في الاخر كيقولك لا ما كاين لا تران، ما عطاونا راس درسانيه. المهم حنا راحنا واحلين، والدينا معذبين في المغرب وما كاين عشاء، حتى حنا ما كان عشاء وما كان ناكلو. هادي من نهار 24 فهاد الشهر وحنايا ما ناعسين ما واكلين. حياتنا مره نزلوا البادفال، مره طلعوا، مره نزلوا، وقبيله كيضرب ضربونا بصاروخ. حنا مازال ما عرفناش شنو يقدر يطرى من هنا لغدا، من هنا بعد غدا، ولا من هنا ساعه. المهم كنتمناو كيفاش درنا شي طرق، واخا غير دوزونا من هنايا شي مدينة اللي ممكن نتحركوا منها، حيت هنا واحد هنا بزاف ونقدروا نكملوا حنايا داكشي بوحدنا. شكرا. السلام عليكم، اسم ديالي اقبال ساره صوفيا، طالبه في مدينه سومي. كنتمنى من السفاره ديالنا دير معنا شي حل تعاوننا باش نخرجوا من هذا الرعب اللي عايشين فيه حنايا يوميا. السلام عليكم، احنا الطلبه اللي متوجهين في مدينه سومي، مدينه سومي اللي قريبه للحدود ديال روسيا، ما بين روسيا واوكرانيا. دونك حنايا دابا هنايا، المهم كاينين بزاف ديال المغاربه اللي ما مسموعش صوتهم في القنصليه، وهذا واحد الطلب للقنصليه باش يجيو معنا شي حل، حيت دابا حنا راه واحلين ما عندناش فين نمشيو، ترانات محبوسين ما كاينينش، الطرقان كلهم داير بهم العسكر. الا كانت شي مساعده، اي حاجه كيف ما بيكون، المهم نتهزو حنا من هاد الارض اجيو نتحطو في الحدود على الاقل نمشيو للفيف، لانه الواحد الا بقى هنايا راه غادي يبقى في الخطر. والله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل، صيفطوا لنا، ديروا اي حاجه، ديروا اي حاجه، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، اسميتي مهدي اليزيدي، طالب في مدينه سومي باوكرانيا. هاد المدينه الوضع ديالها خايب بزاف، ماشي بحال المدن الاخرين، ماشي بحال خاركوف اللي كاين فيها اللي مفتوحين فيها ومتوفرين فيها لي مويان دو ترونسبور باش يمشيو التلاميذ للغرب اوكرانيا او شرق اوكرانيا. كاين تران والناس بدات كتمشي وبدات كتوصل. حنا في هاد المدينه ما قدرناش نخرجوا منها لانها محاصره وما متوفرينش لي مويان دو ترونسبور. كلشي حابس الخدمه، كلشي حابسين، حابس المحطه القطار محبوسه، ما كاينش كيفاش نخرجوا. مدينه محاصره مطوقه بالروس وما قدرناش نخرجوا نهائيا، ما عندناش شي مويان دو ترونسبور باش نخرجوا. كنعاود ناشد الوزارة الخارجية دير معنا شي حل او يديروا معنا الحلول الممكنة باش يديروا شي عملية اجلاء منسقة واللي تكون آمنة باش نوصلوا للمدن المتاحة نشدوا منهم اموية دو ترونسبور. السلام عليكم، معكم اسماعيل نجيب، الجالية المغربية اللي في اوكرانيا في مدينة سومي. بالنسبه لينا حنا في مدينه سومي راه ما كاينش منين نخرجوا، ما كاينش فهمتي لي فرونتيير اللي حدانا هما لي فرونتيير ديال روسيا. دونك كاين واحد لو ريسك كبير، وحتى ملي كتبغي تخرج من سومي كاين فهمتي كتلقاو شادين الرواسه ولا لي زوكرانيين ما عرفناش. المهم ستودين معك اسماعيل السفراني، طالب في مدينه سومي. نحن ازيد من 30 طالب مغربي كاين في سومي. المدينه تتواجد في شمال شرق اوكرانيا جنب حدود روسيا. المدينة القراب لينا هما مدينة بولتافا ومدينة خاركوف. دونك إلا كان شي ترونسبور يقدر يجيبنا يدينا لهاد المدينتين، إما بولتافا ولا خاركوف كان من الأحسن، باش نشوفو باش نمشيو للحدود إما البولندية ولا الرومانية. دونك هادشي اللي كاين وإن شاء الله يكون خير. Thank you.